اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. معايا النهاردة طريقة عمل كيكة الجيلي بالكريم شانتيه، جميلة جدا، مش قادرة أقولك على طعمتها. يعني تنفع في أيام الصيف وتنفع لأولادك في أي وقت، ممكن تعمليها، مش هتكلف معاكي نص ساعة، يعني ساعة بكتير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه في الكيكة الجميلة الحلوة الخطيرة دي. يلا نشوف. بسم الله، وهنقول على المقادير اللي معايا. معايا دلوقتي 4 اكياس جيلي بالفراولة، خلاص انت ممكن تجيبيه اي نوع انت عايزة او اولادك بيحبوه. انا جبته دلوقتي بالفراولة، تمام. هجيبه دلوقتي وهنجيب معايا بولة فاضية، هنحط على كل كيس، على كل كيس هنحط كوباية من المية المغلية، خلاص مية مغلية اهو، يعني هنحط كيسين، يبقى هنحط كوبايتين من المية. الكوباية دي 200 ملي، يعني 400 ملي من المية على كيسين، تمام اهو كوبايتين مية مغلية. مش هنحط سكر ولا هنحط اي حاجة، هنجيب بقى الكيسين، هنحط كيسين بس الاول كده اهو، هنزل كده في المية كده اهو، تمام كده حبيبي، كده بالشكل ده زي ما انتم شايفينه كده. وهجيب برضو الكيس التاني اهو، تمام كده. هبدأ بقى اقلبه، هقلبه خالص كده بالشكل ده، هقلب خالص لحد ما يدوب. مش هنحط سكر ولا حاجة علشان هو مسكر، الجيلي بيبقى فيه سكر وبيبقى جاهز خلاص اهو بالشكل ده، داب معايا خلاص تمام. هجيب دلوقتي معايا بقى ايه القالب معايا، سواء بقى عندك الومنيوم او النوع زي السيراميك زي اللي معايا كده، هنمسحه مسحه بسيطه كده من الزيت، مسحه بسيطه خالص علشان بس ما ايه المصداقيه، يعني اما تيجي تقلبيه يتقلب معاكي بكل سهوله خلاص. يبقى كده هنجيب بقى الجيلي بتاعنا كده، هنحطه كده بالشكل ده اهو، تمام كده حبايبي. وهحطه في الثلاجه لحد ما يبرد معايا وهنشوف. وبكده في نفس البوله هنعمل الكيسين التانيين خلاص. انا حطيت التانية في التلاجة، وهنعمل الكيسين التانيين بس مش هنحطهم في التلاجة. برضو على كل كيس هنحط كوباية من المية المغلية، مية مغلية تمام، لازم تكون مية مغلية يا جماعة اهو، خلاص كده الكوباية التانية خلاص اهو. هنحط بقى الكيسين التانيين كده بالشكل ده اهو، وهحط الكيس الثاني. يبقى كده حطينا على كل كيس كوباية من المية اهو، وهبدأ اقلبها، هقلبه خالص برضو، هقلبه خالص خالص كده بالشكل ده، هقلب. وحلوة سريعة بقى تطري عليكي بقى في بعد الفطار بقى، وانت صايمة طول اليوم عايزة تاكلي اي حاجة حلوة بقى، وبرضو ممكن تنفع ان اولادك عايزينها تعملها لهم حلوة سريعة وما تحتريش خلاص. يبقى كده انا قلبتها خالص اهو كده بالشكل ده، هنسيبها بقى على الترابيزة كده، مش هنحطها في التلاجة، هسيبها سايبة، انا عايزاها سايبة مش هحطها في التلاجة. التانية اللي اتحطت في التلاجة هنحط دي كده، وهنعمل المرحلة الاخيرة كده حبايبي. معايا بقى كوباية من الكريم شانتيه، ومعايا كوباية من اللبن خلاص. يبقى معايا كوباية كريم شانتيه وكوباية من اللبن، ومعايا بقى هنا البولة الفاضية اهو. هبدأ دلوقتي انزل بالكريم شانتيه كده، وهحط عليه شوية من اللبن كده، هبدأ بقى اضرب كل ده في بعضه. لو عايزة تحطي سكر مفيش مشكلة، زي ما قلتلك هتحطي سكر تمام، يعني لو عايزة تضيفي سكر هتضيفي عشان تبقى مسكرة شوية كده حبايبي. زي ما شفتوا اهو، زي ما انتم شايفينه كده اهو، بصوا كده خلاص اهو بقى كده القوام بتاعه تمام كده حبيبي. زي ما شفتوا اهو معمولة اهي. هبدأ دلوقتي اجيب دي بقى، دي برضو دي سايبة اهي، يعني كنت سايباها بره، دي سايبة خلاص. هبدأ انزل دلوقتي بقى بالكريم شانتيه عليها كده بالمنظر ده اهو، هنزل كده بالكريم شانتيه كده خالص كده اهو كده خلاص اهو كده، نزلت بيه كله اهو
هبدأ دلوقتي بقى اقلب الحاجات دي في بعض كده. كده حبايبي زي ما شفتوا اهو قلبتها اهو، وهقلب كمان عشان ما يبقاش فيه تكتلات ولا في اي حاجة، وهنشوفها مع بعض برضو. اهو بصوا بصوا اهو، لازم اقلبها كويس خالص اهي علشان ما يبقاش فيها تكتلات خالص اهي. كده خلاص ما عادش فيه تكتلات ولا عاد فيها اي حاجة، دوبتها خالص تمام. جبت بقى انا معايا بقى الجيلي اللي احنا عملناه اهو، جامد خالص اهو بصوا اهي، هي جمدت خالص اهي تمام اهي خلاص كده جمدت اهي. هبدا دلوقتي بقى هنزل عليها بالمكون الثاني ده كده بالشكل ده اهو خلاص اهو، وهسيبها برضو تجمد برضو، هتقعد لها نص ساعه كده في الثلاجه وهنرجع تاني نشوفها مع بعض. حبيبي بعد ما طلعت من الثلاجه زي ما انتم شايفينها كده بصوا جامده خلاص، جمدت خالص اهي خلاص اهي. معايا دلوقتي بقى عشان نسيبها بقى ونقلبها، هنجيب بقى طبق فاضي كده او صينيه فاضيه كده، هحط فيها ميه سخنه كده، الميه السخنه اهي هنحطها كده في الميه السخنه، مش هنكمل خمس دقايق، هنعد من واحد لحد خمسه كده بس علشان ما تسيحش مننا اكتر، يعني من واحد لخمسه كده بس كده، وهنشيلها على طول. هقلبها اهون مع بعض حبيبي زي ما شفتوا، بعد ما قلبناها كده بالشكل ده بقت جميله جدا. زي ما قلت لك ممكن تنفع في اي وقت انت تحبي تعمليه لاولادك، سريعه كده حلوه سريعه تمام. هنبدا دلوقتي بقى نقطع حته كده ونشوفها، زي ما قلت لك ما شاء الله جميله جدا، يعني مش قادره اقول لكم حلاوتها اهي. بصوا شايفين جميلة ازاي، بصوا بصوا جميلة ازاي اهي. من عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تعملوا اللايك وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس لنشر المزيد ان شاء الله. اشوفكم على خير يا حبايبي في فيديو جديد، مع السلامة.